زيارة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج الصيفية اللي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وهذا من توجيهات من السيد رئيس الجمهورية. استقبلنا اليوم في ولاية المسان طائرتين لنقل هؤلاء الأطفال اللي راح يكون عندهم إن شاء الله مخيم صيفي على مستوى ولاية عين تيموشنت. عملية تدخل في إطار عملية كبرى، وهي عملية المخيمات الصيفية تاع 23 اللي راح تستقبل، وراه في طور الإنجاز، تستقبل أكثر من 30,000 طفل من جميع ربوع البلاد، وخاصة من الجنوب الكبير. وفي هذا الإطار قرر رئيس الجمهورية باش نجيبوا أكثر من 900 طفل من الخارج، من الجالية، أطفال الجالية المقيمة بفرنسا خصوصا. إلى حد الآن درنا 4 دورات، اليوم رانا في الدورة الأخيرة تاع بني صاف، جايين على مطار تلمسان. السلام عليكم، أهلا وسهلا بقناة الوطنية اللي كانت حاضرة هنا بمطار تلمسان لاستقبال أطفال الجالية الجزائرية بالمهجر المدعوة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعددهم 160 طفل، ويكون بالمخيم الصيفي الميسوم ببني صاف. وهذا من تنظيم الوكالة الوطنية للشباب برئاسة المدير العام السيد صاولي بن مهيدي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. البرنامج ككل مسطر من الوكالة، وهو يكون سياحي أكثر منه تخييمي. أقدم من ركاضي كمسار Je dis vraiment ce que je ressens sur le cœur là. 1, 2, 3, vive l'Algérie, Tahra Jezaïli. L'accueil à la Zaina. L'accueil c'était vraiment, vous étiez trop gentils, vous laissez rentrer la maison, vous donnez les cadeaux et tout. C'était vraiment bien et franchement vous êtes vraiment gentils et merci. Salam alaikum. Ani farhana nrouh fi Jezaïr. L'accueil kayn. كان بيان وتحت زلزال 1 2 3 بيبقى